مرحبا بنات، كيفكم؟ ان شاء الله يوصلكم الفيديو هذا وانتم في اتم الصحه والعافيه. حبيت بدايه الفلوق اوريكم طريقتي كذا السريعه في البطاطس اسويها في القلايه الهوائيه. مره يا بنات تطلع لذيذه جدا جدا، ما احط عليها غير زيت زيتون وبهارات بس حقت البطاطس المقليه، راح اوريكم هي ان شاء الله في اخر هذه الفقره من الفلوق. بس هي اللي احط عليها، واحطها في القلايه الهوائيه على درجه حراره 180 من 15 الى 19 دقيقه. يعني أنا أحيانا أعتبرها عشاء، أكتفي فيها كعشاء، مرة تطلع لذيذة، أتمنى أنكم تجربوها وراح تعجبكم بإذن الله، أكيد متأكدة راح تعجبكم. مين فينا ما يحب البطاطس المقلية؟ بس نخاف من سعراتها أكيد طبعا، ولأنها تكون مقلية في زيت زي ما قلت لكم 180، والوقت تقريبا ثلث ساعة. وهنا بعد ما استوت شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله طلعت مقرمشة وفي نفس الوقت طرية، يعني من برا مقرمشة ومن جوا طرية ومستوية مرة ما شاء الله تبارك الله. أنصحكم تجربوها يعني بهذه الطريقة. أنا حبيت في بداية الفلوق هذا إني أوريكم هذه الطريقة، ممكن تكونوا أنتم تعرفوها بس الناس اللي ما يعرفوها متبعين دايت معين أو مثلا متكمين أو لأي سبب ما يحبوا ياكلوا، يعني يحبوا بطاطس بس مو قادرين عشان سعراتها أو عشان الزيت، هذه أفضل طريقة. أنا أحطها مع بروشيتا الزيتون هذا اللي هو أخذه من فران الحطب وأكتفي فيها كعشاء، تطلع طعمها خيالي. بالنسبة لبروشيتا الزيتون هذا، بروشيتا هذه في فران الحطب، وعلى فكرة في منها أنواع، في بالطماطم المجففة، في هي زي السلطة، زي سلطة الزيتون، مرة تجنن. تقريبا سعر قارورة 19-20، فجربوها وخذوا معها البروشيتا هذا خلاص وعشاء لا يعلى عليه. بعد كذا حبيت يا بنات في الفلوق هذا أوريكم برضو طريقتي أنا في تنظيف الخضار. لما أشتري خضار البطاطس أجيبها زي كذا ما أغسلها ولا شيء، أفرغها في سلة وأحطها عندي في المطبخ على نفس طاولة المطبخ. بالنسبة للورقيات زي كذا زي الجرجير زي الحبق، أنا ألفهم زي كذا في مناديل، وبعد ما ألفهم في مناديل أحطهم في أكياس بلاستيك تكون مخرمة عشان يعني برضو تتهوى ما تنكتم مرة، وبعد كذا أحطها في الثلاجة. يعني الطريقة هذه صح إنه بالذات النعناع والحبق ما يجلس فترة طويلة، بس الطريقة هذه تحفظها لك أطول فترة ممكنة. هنا كان عندي كمية جتني من جارتي الله يسعدها، راحت المدينة وجابتها لي فقبل أنا ما أروح المدينة. فطبعا تعرفوا نعناع المدينة وحبق المديني روعة، ما حبيت إنه يعني يخرب أو شيء، سويت الطريقة هذه معاه عشان أحفظه أطول فترة ممكنة. ممكن بدل كيس البلاستيك تحطيه في حافظة نفس الشيء، بس كمان تشيلوا، انا شلت جزء من الجذور، تشيلوا الجذور كمان يكون افضل. شايفين يمكن ملاحظين اكياس شيئين، انا عشان كذا ما ارميها، احب استخدمها اسويها لها اعاده تدوير لانها مره ممتازه تحفظ صراحه. انا مجربتها في الخضار والفواكه مره تحفظ، خاصه تيجي هي مخرمه اصلا، والمناديل النشافه تخلي لك الورقيات اطول فتره يعني جافه وبعيده عن الماء تحفظ لك هي. حبيت في الفلوق هذا شارككم فكرة يعني جديدة، أنا يمكن ما طرحتها قبل كذا في قناتي، طريقة حفظي أنا يعني أو توزيعي للخضار لما مثلا تجيني بكميات أو لما نشتريها بالسوبر ماركت. لا تنسوا يا بنات تحطوا لايكات إذا وصلتوا لهذه الجزئية في الفيديو، وإنتوا لسه ما حطيتوا اللايك حطوا الله يسعدكم فضلا وليس أمرا، واللي لسه ما اشتركت في القناة تشرفني باشتراكها وتفعل جرس التنبيه على اساس يجيها تنبيه على اي فيديو انا انزله. طبعا هذا الكلام لو انها حابه الفيديو، لو انها حابه القناه. طبعا هنا شلت بقيه الجذور وشلت وراح احطهم في الثلاجه. بعد كذا كمان عندي الخضار، انا البازاليا اشتريها زي كذا اخذها مفرزنه، احب الشركه هذه مونتانا، فاخذها وابدا اوزعها زي كذا في اكياس بلاستيك برضو صغيره واحطها في الفريزر. تجلس يا بنات تخدمني فتره طويله، تخيلوا حقه رمضان ما شاء الله تبارك الله تفريز رمضان خلصت بس يمكن من اسبوع. فهذا الكيس تقسم معي تقريبا 5 اكياس صغيره، اليوسفي طبعا والموز هذه اخليها برا عادي ما احطها في الثلاجه، الاجواء الحين بارده. والجرجير شلت جذوره وبعدين حطيته في كيس بلاستيك، والفجل نفس الشيء حلفه حبة حبة في المنديل وأحطه في كيس بلاستيك. نفس الشيء مع الطماطم ومع الخيار نفس الشيء، ومع الكوسة ومع الجزر.
الف كل حبه في منديل وحطها في كيس بلاستيك كذا يا بنات، تفضل ما شاء الله تبارك الله افضل فتره ممكنه واطول فتره ممكنه، تفضل سليمه ومحافظه على نفسها، لانه وش اللي يخرب الخضار؟ رطوبه. فلما تحفظيها في منديل هذا الشيء يساعدها تجلس فتره طويله. خيار نفس الشيء، كوسه نفس الشيء. الثوم انا صورته لكم في فلوك سوبر ماركت، راح ينزل ان شاء الله. اجيب برطمان واحطه او علبه كذا فاضيه بلاستيك واحط كل الثوم افرغه فيها بدل ما اجلس اطلع وانزل فيه. هذا لقيته صراحه مقشر وجاهز وعجبتني مره الفكره فاخذته. هذه معاه شوفوا تحفظ الثوم من الرطوبه. فحطيته في علبه وراح احطه ان شاء الله في الفريزر. شايفين كيف كذا يسهل حفظه؟ خلاص بس هذول الاثنين.